السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله في شرح كونكت بلس جريد 1، تجريبي ولغات وناشونال وكمان عربي خاص. النهاردة ميعادنا مع الليسن 8. طيب مستر، أنا لسه متابعة جديد ومش عارف أو مش عارفة أبدأ منين. ادخل على قوائم التشغيل على القناة، اضغط عليها هتلاقي موجود عندك كونكت بلس الصف الأول الترم الاول، الدروس كلها مرتبه، الدرس الاول الثاني الثالث الرابع، شوف انت واقف فين وكمل معاه. النهارده ميعادنا مع ليسن 8، العنوان بيقول شي از ويرينج، شي هي از شيز اللي هي شي از، ويرينج عندي وير يرتدي، والاي ان جي ده اسمه مضارع مستمر اللي هو ذا بريزنت كونتينوس تنس، زمن المضارع المستمر. بيعبر عن ايه الزمن ده؟ بيعبر عن استمراريه، يعني انا بكلمك في الحال حالا والحدث ده بيحصل. هنعرف دلوقتي ازاي. She is wearing، كلمة wear معناها يرتدي، اسمها wear مش وير، ال E A بتعمل لونج A. طيب أول كلمة عندي كلمة friend، ال I E هنا بتعمل شورت I، إيه إيه friend friend، خد بالك لما أحط S هنا بقول friends، بتخلي الدي سايلنت في الأمريكان أكسنت، بتخلي لي الدي سايلنت لما يكون عندي N ودي وراهم حرف ساكن، بتخلي لي الدي ايه سايلنت، فبقول لي فريندز مش فريندز، لكن لو هي صديق اقول لي فريند. طيب قميص يعني شيرت، الاي ار بنطقها اير ما اسمهاش شيرت، شيرت شيرت، الاس اتش ميكس ساوند شا اير شا ايرت شيرت. القميص عندنا في مصر احنا بنقول عليه اي حاجه بكم، تمام، اقصد او اي حاجه خامتها قميص اللي هو القماش تبقى اسمها قميص، لا اي حاجه تمام بي كم اسمها قميص، شيرت شيرت، سواء بقى هي تيشيرت او قميص الخامه، واي حاجه بنص كم بنقول عليها تي شيرت سواء هي قميص او تيشيرت. طيب ايه يعني؟ ها ات هات شورت ايه، دي كلمات الدرس بس. طيب تعال نشوف بقى هنا عندي ايه. هير نيم از لارا، لارا هير نيم، احنا خدنا قبل كده صفات الملكيه وقلنا هير اللي هي ايه كل البنت، هير نيم اسمها، هير بوك كتابها، هير فاذر باباها، هير نيم از لارا، وبستخدم فيرب تو بي لما اتكلم عن الاسماء، هير نيم از لارا اسمها لارا، هير هير از لونج شعرها يكون طويل اند براون تمام وبني، هير ايز ار جرين وعينيها ايه خضراء. طب ليه هنا قلنا از عشان الشعر مفرد، وليه هنا قلنا ار عشان العينين جمع؟ طيب هيز نيم از سامي اسمه هو بتاعه هو تمام، السامي هي هاز قلنا هاز يعني يمتلك او لديه ستريت هير، خدناها في الدرس اللي فات، ستريت هير يعني شعر سايح او مستقيم، هي هاز براون ايز وعنده كمان عين بني. نكمل، ماي فريند از ويرينج ا جرين. طيب لما يقول لي از والفعل فيه اي ان جي معناها ان وانا بكلمك دلوقتي حالا هي لابسه القبعه او تيشيرت، استمراريه بتكون من ايه؟ من ام واز وار زائد الفيرب بلس اي ان جي، ام بتيجي مع مين؟ مع الاي، والاز بتيجي مع مين؟ مع الهي والشي والابت، والار بتيجي مع مين؟ مع ضمائر الجمع الوي والذي واليو وي بس وي ذي يو تمام؟ اي ام انا اكون، هي از هو يكون، شي از هي تكون، ات از هو وهي لغير العاقل تكون، we are نحن نكون، they are هم يكونوا، you are أنت وأنتم تكونوا، بعد كده الفعل في ing معناها إيه؟ معناها وأنا بكلمك حالا هي لابسة تيشيرت دلوقتي، my friend wearing a green shirt and yellow hat، هتلونوها أنتوا بقى، لابسة تيشيرت أخضر ولابسة طاقية صفراء. هنكمل، ده الدرس الإيه؟ الثامن، سهل جدا 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 مش محتاج إن إحنا نشرحه في درس لوحده، تمام؟ ناخد درس معاه كمان التاسع ولا هيبقى كتير علينا؟ لا اخد درس التاسع كمان سهل جدا. الدرس التاسع بيقول سي ال اي ال ساينس لايف ستيجز، لايف الحياه، ستيجز يعني مراحل، خد بالك الجي هنا بنطقها ج، ليه؟ لانها جايه من حرفين متحركين، مش بس ج بنطقها دي ومعاها جي، بقول ستيد ستيجز ستيجز لايف ستيجز، زي كلمه بيج تمام، ما بقولش بيج بيج، لكن مسج فيجيتابلز لايف ستيج ستيجز مراحل حياتيه. الدرس ده ايه؟ ساينس علوم، طفل رضيع يعني بيبي، الاي هنا بنطقها باسمها، هتقول لي يا مستر احنا عندنا اكتر من 8 حالات اللونج اي، منها الاي ساكن اي
هنا مفيش اي حاله. لا هقول لك خد بالك، الواي في الاخر بننطقها اي، وفي الحاله دي بقى اصبح اي ساكن اي، الحاله الاولى من اللونج اي الكارس الفونكس بيبي. طيب اول حاجه بيكون الطفل ايه؟ بيبي. بعد كده بيكون تشايلد، السي اتش ميكس ساوند تشا، والاي هنا بنطقها باسمها اي تشاي تشايلد. بعد شويه بيكبر بيكون تينيجر، تي لونج اي نيجر لونج اي، والجي بنطقها جا عشان جايه وراها حرف الاي، واحنا عارفين ان الجي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها جا تينيجر يعني مراهق. بعد كده بيكون شخص بالغ ادلت، ادلت ادلت، اليو هنا عامله ايه ايه ادلت يعني شخص بالغ. بعد كده بيكبر ويكون literally person، الكلمه صعبه شويه literally elderly elderly elderly، تمام. دايما الار والال لما يجوا ورا بعض بيكون صعب في النطق elderly. ها elderly elderly person اسمها person، راجل عجوز انسان. ربنا اللي شبه ده في القران الكريم ان احنا بنكون تمام نطفه ثم علقه ثم طفل، بعد كده بيكبر بيكون انسان، بعد كده بيرد الى ارض العمر، بعد كده بنموت وبنتحول بعد كده دي مرحله الايه الحياه. بيبي child teenager adult elderly person person، تمام. نكمل معانا الدرس. هنا بيقول لي تاليا از ا بيبي، تاليا تكون طفله، شي از وان هي عندها سنه واحده، شوف مين في دول ويوصلوا. اميره از ا تشايلد، اميره طفله، هي از 7 عندها 7 سنين. مريم از ا تينيجر، شي از 15 مراهقه عندها 15 سنه، وصل الصوره. ماجد is an adult، ماجد شخص بالغ، شوف فين هو. نجوى is an elderly person، اللي هنا قلنا A وهنا قلنا M، هنا A لأن حرف كلمة teenager بتبتدي بحرف ساكن، لكن هنا N عشان كلمة adult بتبتدي بحرف إيه أو صوت إيه متحرك. نجوى is an elderly person، نجوى عجوزة، شوف نجوى فين في دول وصل إيه الصورة. ده كده إحنا بقينا درس واحد بس، أو بقينا سيشن واحد في الوحدة الأولى إن شاء الله اللي هي let's make friends. لو عايزين نكمل في المحتوى متنساش تعمل لايك ودعم. لو محتاج شرح المنهج الترم الثاني كله كامل مرقم بالترتيب بالحصص ومتابعة واجبات بعد كل حصة وشرح مفصل بالتفصيل، ابعت لي تحت، سيبك لينك الواتس تحت، ارسل لي وهبعت لك تفاصيل الاشتراك في كونكت بلس جريد 1 الترم الاول. المنهج كله موجود بالترتيب مرقم وبتابع الواجبات وبنعمل شغل ممتاز جدا جدا عشان نوقف ابنك على ارض صلبة. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.